اليوم راح نشرح شلون تخرج الايقاع للياماها من الكوبيز للاجهزه الياماها، باعتبار راح نقول مشتغلين الايقاع اللي قدام، يعني مكملين مجهزين بالكوبيز. اكو هواي فيديوهات ان شاء الله من شلون تشتغل الايقاع بالكوبيز، وبالاخص يعني العراقيه وغيرها. شارح عن الطريقه، شرح الاستاذ المون. نجي شلون نخرج الايقاع للياماها، لان كل الطرق تقريبا هو شارحنا لكل شيء الكورد. طبعا ما راح احكي لكم هواي تفاصيل، وانما راح اذكر لك الامور بابسط ما يكون. بالبدايه احنا كملنا الايقاع، طبعا انا مسميه هنا على مود تعرف كل شانل او كل تراكشن من نستخدمه. الريذم 1 تنطي 9 جنرال، 9 ريذم 2 خاصة ايضا بالدرام كيت 10، البيز 11، الكورد 1 12، والكورد 2 13، يجي وراها عندك الباد 14، انا ما ضايفهن طبعا، الفريزر 1 15 والفريزر 2 16 اذا ضايفهم انت. المهم انا مقسم الفايريشنات على مود يعني كل واحد كاتب كباله فوق. الخطوة الاولى انه تضيف الوزن الخاص بالايقاع او عدد الماجورات يسموها من اي ترك، تجعل هذا الاختيار وتكتب الايقاع مالتك ايش قد، 4 على 4 او 2 على 4، خاف ما ضايف انت سابقا او ما محدده حسب ايقاعك. هسه احنا ايقاعنا هو هو مربع، مشتغلين على 4 على 4، هاي على مود الجهاز يتعرف على الموضوع. الشغلة الثانية تختار إيقاع، يعني يا ريت يكون نفس الوزن أو نفس الشيء، تسحبه من جهازك من الأورج للحاسبة وتجي تفتحه بالكيوبيز. طريقة الفتح مالته شلون، تجعل فايل امبورت ميدي فايل، راح يقول لك تريد تفتح بالنيو بروجكت، قل له كرييت، أنا بدي فتحة واحدة. نجي وين مخلينا ايقاعنا مثلا، احنا تجي على هنا، طبعا ايقاعنا احنا على سطح المكتب، نجي هنا على مدي فايل تنطي اني تايب، تطلع لك كل الانواع الخاصه نجي نشوف ايقاعنا مثلا هذا الهوا ال 2110، انطي اوبن سلكت فولدر انفتح لي. هذه طبعا راح يعرض لي هنا المكونات مالت ايقاع بالياماها شلون مقسم. طبعا عندك هذني التركات اللي هي على شانل 1 و 2 و 3 و 4، ذني ما تحتاج وجود هنا وعدم وجود هن نفس الشيء، الافضل نشين حتى ما يدخلنك بالشغل، تبقى الاساسيات والضروريات اللي هن 19 الى اخره. المهم التقسيم مالت الشغل بالياماها شلون راح يكون، طبعا اول بار هنا اللي هو هذا محدد، هذا خاص بالاعدادات وكل السيتنج الخاصه بالايقاع، هذه اللي هي نحدد لكم يا العفو، هذا عندنا تقريبا السيتنج الخاص بالايقاع واللي هو راح نستفاد من عنده احنا فتحنا الايقاع على موده. التسميات مالت نفس تسميات الايقاع بالياماها، يعني ماين اي بي سي دي، ذن الفايريشنات انه بيجنك الفولات، شوف هاي الفول ان اي اي اللي هي مال الفايريش الاول، والفول مال الفايريش الثاني والثالث، والاندنج والبريكات وغيرها. ايش اسوي، اجي احدد واقطع هذه بس ابقيها، وذن الباقيات الخاصات بذاك الايقاع القديم كنا نشيلهن، اتاكد من الوزن مالته متى يطلع مضبوط او ما مضبوط. تمام 4 على 4. الشانلات تريد تسميهن او ما تسميهن يعني مو فد اشكال،
اجي نسخن من هناك كل الشغل مالتي، انسخ على هذا الايقاع. دي كوي ونروح هنا أنا. نطي بيست وهذه الباقيات الشنرات ما نحتاجن او التركيات. هذه من شغلاتي اجي انا شايف ان هنا الشغل شلون صاير مقسمه اصلا، يعني 1 و 2 و 3 كل واحد مخلي واحدة يعني. فعلا نفس ترتيبي، هذا الماين اي اجيب الماين بي دني يمه، السي كذلك، ودي على ترتيبي. وانا هناك بخلي بس بريك ومخليه يعني مسوي لي السهولة اللي هو هذا، بس بريك مخليه. ارجع اشوف البريك اذا ما لقيتها موجود. هذا العفو، هاي البريك طبعا يكتب لك فول ان بي اي، هذا البريك ما يكتب لك عليه مثل ما يكتب لك عليه بريك مثل او نفس الاسم بالضبط مع الباقيات. فاذا تسحبه تخليه على بريك، تجي تلغي الباقيات كلهن تمسحن. شدك من شغل زايد، اجي احدد هذا كله كامل ومن فايل انطي اكسبورت ميدي فايل. اروح احاول على نفس المكان اللي يبيه الايقاع السابق اللي هو هذا ايقاعنا على سطح المكتب اللي اخذناه من عنده. اجي اكتب بس مجرد ما اكتب اول حرف من اسم هذاك الايقاع اللي هو هيو اتش، طلع لي اسمه فوق. اختار نفس الاسم حتى ياخذ نفس الامتداد بالضبط مال هذا مال الايقاع الاصلي. امسح بس الاسم وابقى الامتداد واكتب اللي اريده. ايوه الرابع وانطي سيف. احدد كل شيء هنا خصوصا هذا هم سونج نيم فور تايب صفر، هذا ما بقي نفسه او تغير. العفو نفس الاسم ايضا تكتب هنا او تعوفه نفس الشيء يعني ما بين ذاك الاختلاف. تنطي اوكي راح تشوف ايقاعنا هذا نفسه بالضبط. هسه لو مثلا ناخذ ان شاء الله بالاورج، يعني هاي الطريقه اللي استخدمها انا بالبرمجه. اكو امور ثانويه مثلا اذا تريد تربط من البدايه شلون تربط كل ترك بالدرام مالته، اما تنزل الملف الخاص بكل جهاز يعني مثلا مال الجينوس او مال 3000 او مال الاس اكس حسب الرقم مالته ومن هناك تستخدمه، او انه من هنا من البداية اختار اذا انت رابط ميدي كيبورد او ما رابط. طبعا اذا نزلت الملف راح تعرف لك الشكل يطلع لك ومنها تختار اللي تريده. اذا ما منزل ملف شو تسوي؟ هسه مثلا عندنا هذا الترك اريد اعرفه على فد ايقاع معين، العفو على درام معين. اجي هنا أنا. اروح على الاورج مالتي اشوف الدرام الام اس الارقام الارقام الفويس او الفويس نمبر العفو الام اس بي والال اس بي والبروجرام تشينج. اجي هنا أنا. على الفيروستي اضغط اختار اول مره البنك سيلكت ام اس بي، راح يطلع لي رقم هنا أنا. اشوف هناك بجهاز ايش قد الرقم مالته بالضبط ايش قد.
اختار نفس الرقم مال درام، اول اللي هو اول رقم راح يطلع لي. نجي على الثاني اللي هو الام اس بي، ال اس بي العفو، ال اس بي عندك هو اذا درامك من ال من الاكسبنشن مالتك، يعني من السيت الخاص بيك مو من درامات الجهاز، راح تلقاه دائما اذا صوت تلقاه يقرا 64، العفو 62، واذا درام كيت يقرا 63. هالشكل هو ترتيبهم، يعني اذا درام واذا فويس انه بس 62 و63، او اذا بغير اذا من ضمن اصوات، من ضمن اصوات الجهاز الموجوده يعني بالجهاز نفسه، لا راح يطلع لك غير اسم. واخر شيء البروجرام تشينج اللي هنا اخر رقم يجيك بالاورج، ايضا نفس الشيء تغير القيمه من على مالته ايش قد تكتب له. من تشغل من هنا بعدين، لا من هنا اختاريت الجهاز مالتك طبعا، العفو الاوت، من هنا راح يطلع لك الديجيتال كيبورد. من الشغل راح يشتغل وياك بالضبط، ياخذ الدرامات والكتات مال الجهاز. طبعا شغله واحده اللي هي بس البروك تشينج، البروجرام تشينج هذه ايش تطلع لك القيمة هنا موجودة بالجهاز، هنا تنطيها زائد واحد. يعني اذا كانت القيمة بالجهاز 10 مثلا، هنا لازم انطيها 11. كانت القيمة 15، هنا انطيها 16. ليش؟ لان باجهزة ياماها يبدي اول صوت رقمه صفر، هنا عندك اول صوت يقرأ رقم واحد، فرقم واحد هنا يعادل رقم صفر هناك، لان يحسب اول صوت مجرد، يعني بس اختلاف التسمية مال الصوت هاي. أتمنى يكون الشرح واضح وما به أي صعوبة. تحياتي لكم.